بعد انتهاء موجة أوميكرون، ماذا تقول وزارة الصحة عن الجرعة المعززة؟ حذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها من أن نهاية موجة أوميكرون لا تعني نهاية الجائحة، مشيرة إلى أنه في الوقت الراهن يبقى احتمال ظهور متحورات مقلقة على الصعيد الدولي قائما. وقالت الوزارة إن الحالة الوبائية لكوفيد 19 تتميز بتحسن ملموس لجميع المؤشرات مع التحكم والسيطرة على الوضع الوبائي، وأضافت أنه للحفاظ على هذا الوضع الوبائي الإيجابي والمريح ببلادنا والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، فإن الجرعات المعززة تعتبر الوسيلة الوحيدة لحماية الأشخاص ولا سيما المسنين وذوي الهشاشة المناعية والذين يعانون من أمراض مزمنة على حد قول الوزارة.